نار ثاقب وتتقد مثل صاروخ مدمر. اليوم سوف نتعرف على الصقور وطريقتها في صيد الفرائس، لكن قبل أن نبدأ ندعوك بالاشتراك في قناتنا أقوياء البرية والإعجاب بالفيديو والمتابعة. هيا بنا. الصقور طيور كبيرة وقوية وتعتبر أسرع الطيور على وجه الأرض، تنتشر في كل أنحاء العالم فيما يزيد عن 40 نوعاً. يبلغ عمرها من 12 عاماً حتى 20 عاماً. تتميز بقدرتها على التكيف، فهي تعيش في جميع البيئات مثل السهول العشبية والمناطق الساحلية والصحاري والجبال، حتى المناطق الحضارية أيضاً. وأكثر ما يميزها بصرها الحاد، فهي لا تستطيع الرؤية أحسن من البشر فحسب، بل تتفوق عليهم بثمان مرات. تفضل العيش في الأماكن العالية والمفتوحة، فمن الصعب على الفريسة أن تختفي من نظرة الصقر الثاقبة، فهي يسهل عليها رصد فرائسها بسرعة كبيرة والسيطرة على منطقتها بالكامل، فتستطيع تحديد هدفها على بعد 3 كيلومترات، مثل ما فعله الصقر هنا برصد فريسته من الأعلى لينقض عليها. ورغم خطورة الأفاعي وسمها القاتل، ولكن يفضلها كوجبة سريعة، فقد قام بالإمساك بها بمخالبه ونقرها بمنقاره، ولكن الأفعى لم تستسلم ولم تقف عن المقاومة، محاولة الإفلات من ذلك المخلب القوي. ولكن بعد صراع طويل خرج الصقر منتصرا ليأخذ فريسته إلى مكان بعيد. تختلف أنواع الطعام المفضل للصقور باختلاف أنواعها، فهي تعتمد في نظامها الغذائي على اللحوم مثل القوارض والضفادع والأسماك والزواحف الصغيرة والخفافيش وأيضا الطيور. تعد الأجوانة من السحالي القوية والخطيرة للغاية والتي يتجنبها الكثيرين، ولكن ليس ذلك للصقر الجامح، فأخذ هذا الصقر بافتراس صغير الأجوانة التي استمرت بالهروب حتى تمكن منها وأضعف حركتها تماما وأخذها إلى العش لإطعام صغاره. تصنع أنثى الصقر من 2 إلى 5 بيضات للمرة الواحدة، وعلى الرغم من وفاء الزوجين لبعضهما البعض ورعاية صغارهما معا، إلا أن الصقر يعيش أغلب عمره وحيدا، يسافر بمفرده ليبدأ رحلة صيد فرائسه، ولا يلتقي بشركته إلا في نفس الوقت من كل عام لمبادلة الحب بينهما. على الرغم من مخالبه الحادة، إلا أنها تستخدم في كثير من الأحيان السن القوي الموجود في آخر المنقار، وذلك لإحداث جروح عميقة في بدن الفريسة بأجنحة مدببة تساعدها على الطير بسرعة فائقة وتغيير اتجاهها بسرعة كبيرة. لا تقع القطط من الحيوانات التي تفترسها الصقور عادة، ولكن إذا كانت جائعة فلا مانع لفعل ذلك. لقد استهدف هذا الصقر القطة من خلال وضع مخالبه على رأسها وسحقها، فحاولت مرارا تحرير نفسها ولكن دون جدوى، حتى أنها أنهكت تماما من المقاومة، فحملها وطار بها